الحقيقة بعد أيام قليلة احنا كنا بنتكلم على تلاحم المباريات وتلاحم البطولات، وده اللي يعني أي حد موجود في النادي الأهلي بيكون متعود على ده. عقب أيام قليلة جدا من تأهل رجال سلة الأهلي طبعا لنهائيات البال أو الباسكت بول أفريكان ليج في رواندا، الحقيقة إن النهاردة كان في مباراة انتهت منذ دقائق قليلة بفوز النادي الأهلي وتأهله إلى نهائي كأس مصر، فاز 67-66 على نادي الجزيرة. إن شاء الله بكرة يحسم المباراة لصالحه ويكون الكأس من نصيب رجال سلة الأهلي علشان بقى تكون ألعاب الصالات كلها مفرحانة كده بشكل مستمر، ويمكن خلاص نهائي كمان البطولة الأفريقية اللي احنا بنتكلم عنها دي وعن مبارياتها النهاردة. النهائي الخاص بيها هيكون يوم 4 مايو إن شاء الله المقبل، يعني خلاص عقب يعني 4 أيام. فالحقيقة احنا عندنا أفراح كتير جدا ورا بعض، الحمد لله الحمد لله يعني، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الأهلي، وإن شاء الله تكمل فرحتنا بكرة برجال سلة الأهلي ويحصلوا على لقب جديد وهو لقب كأس مصر إن شاء الله.